ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقي عامل الصباغة مصرعه صباح اليوم الاثنين متأثرا بكسور خطيرة تعرض لها إثر سقوطه من على بناية كان يقوم بصباغة واجهتها بحي المنظر الجميل بمدينة طنجة. وحسب مصادر طبية فإن الشاب محمد المزداد سنة 1997 بمدينة آزر وضواحي إفران فارق الحياة مباشرة بعد وصوله للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، وذلك نظرا لخطورة الإصابات التي لحقت بعد تفكك أجزاء الرافعة التي كان يستند عليها خلال صباغته منزل مكون من 4 طوابق. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية تم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى فالضوق دي طوفار، حيث من المرتقب أن يتم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.